طيب احنا زي ما قلت لكم كلام عن عبد الناصر لسه لم ينتهي بعد، وخلينا نقول ان في مثل هذا اليوم 28 من شهر سبتمبر 1970 توفي الزعيم المصري جمال عبد الناصر، والنهارده بتحل علينا ذكرى 48 على رحيله. يعني الحقيقه ناصر، اذا قلنا جمال عبد الناصر واحنا بقالنا مصر بقالها 48 سنه، ويمكن من قبل 48 سنه بتتكلم على جمال عبد الناصر، عندنا حاجات كتيره جدا، وعندنا رمز بيظل في ناصر هو الحاضر الغائب رغم مرور كل هذه السنوات، بيظل رمز للثورات، بيظل رمز بترفع صورته في ميادين الحريه بكل اماكنها في كل دول العالم. ناصر هو يعني من نادى بالوحدة العربية، وسنظل دائما فخورين بجمال عبد الناصر زعيم الأمة العربية. ولو دار الزمن أو ما بدل عالبشر أحوال، مكانك في القلوب يا جمال، مكانك في القلوب يا جمال. هز عرش مصر تارة وألهب المشاعر الوطنية في قلوب الشعب، وبعث في العروبة روح المقاومة تارة أخرى، جاء وذهب على عجل كحلم استغرق عقدين إلا قليلا، حلم لا يزال يحلمه المصريون ويذكرونه كل عام في ذكرى الميلاد والممات، وفي عيد الثورة التي أنهت احتلالا وألغت ملكية وأسست لحكم المصري للمصري بعد عقود طويلة من حكم الغرباء. جمال عبد الناصر حلم أمة تجسد في شخص. ولد عبد الناصر في 15 من يناير عام 1918 في حي بكوس الشعبي بالإسكندرية لأسرة تنتمي إلى قرية بني مر بمحافظة أسيوط في صعيد مصر. انتقل في مرحلة التعليم الأولية بين العديد من المدارس الابتدائية، كان والده دائم التنقل بحكم وظيفته في مصلحة البريد، فأنهى دراسته الابتدائية في قرية الخططبة إحدى قرى دلتا مصر، ثم سافر إلى القاهرة لاستكمال دراسته الثانوية، فحصل على شهادة البكالوريا من مدرسة النهضة الثانوية بحي الظاهر بالقاهرة في عام 1937. بدأ عبد الناصر حياته العسكرية وهو في 19 من عمره، فحاول الالتحاق بالكلية الحربية لكن محاولته باءت بالفشل، فاختار دراسة القانون في كلية الحقوق بجامعة فؤاد القاهرة حاليا. وحينما أعلنت الكلية الحربية عن قبولها دفعة استثنائية تقدم بأوراقه ونجح هذه المرة، وتخرج فيها برتبة ملازم ثاني في يوليو عام 1938. عمل جمال عبد الناصر في منقباد بصعيد مصر فور تخرجه، ثم انتقل عام 1939 إلى السودان ورقي إلى رتبة ملازم أول. بعدها عمل في منطقة العلمين بالصحراء الغربية ورقي إلى رتبة يزباشي نقيب في سبتمبر عام 1942، وتولى قيادة أركان إحدى الفرق العسكرية العاملة هناك. وفي العام التالي انتدب للتدريس في الكلية الحربية وظل بها ثلاث سنوات، إلى أن التحق بكلية أركان حرب وتخرج فيها في 12 من مايو عام 1948، وظل بكلية أركان حرب إلى أن قام مع مجموعة من الضباط الأحرار بثورة يوليو. أنا طلعت يوم 23 يوليو، والنسبة الكبيرة أن أنا مرجعش. شارك في حرب 48 خاصة في أسدود ونكبة والفلوجة، وربما تكون الهزيمة العربية وقيام دولة إسرائيل قد دفعت بعبد الناصر وزملائه الضباط للقيام بثورة 23 من يوليو عام 1952. كان لعبد الناصر دورا مهما في تشكيل وقيادة مجموعة سرية في الجيش المصري أطلقت على نفسها اسم الضباط الأحرار، حيث اجتمعت الخلية الأولى في منزله في يوليو عام 1949، وضم الاجتماع ضباطا من مختلف الانتماءات والاتجاهات الفكرية، وانتخب في عام 1950 رئيسا للهيئة التأسيسية للضباط الأحرار. وحينما توسع التنظيم
انتخبت قيادة للتنظيم، وانتخب عبد الناصر رئيسا لتلك اللجنة، وانضم إليها اللواء محمد نجيب الذي أصبح فيما بعد أول رئيس لجمهورية مصر العربية بعد نجاح الثورة. بعد أن استقرت أوضاع الثورة، أعيد تشكيل لجنة قيادة الضباط الأحرار وأصبحت تعرف باسم مجلس قيادة الثورة، وكان يتكون من 11 عضوا برئاسة اللواء أركان حرب محمد نجيب، غير أنه سرعان ما دب الخلاف بين عبد الناصر ومحمد نجيب، ما أسفر في النهاية عن قيام مجلس القيادة برئاسة عبد الناصر بمهام رئيس الجمهورية، ثم أصبح في يونيو عام 1956 رئيسا منتخبا لجمهورية مصر العربية في استفتاء شعبي. قامت اليوم الجمهورية العربية المتحدة. أسس عبد الناصر هيئة التحرير عام 1953، ثم الاتحاد القومي في مايو عام 1957، ثم الاتحاد الاشتراكي في مايو عام 1962. القومية العربية كانت الهاجس الكبير لدى الزعيم جمال عبد الناصر، حيث أعلن الوحدة مع سوريا عام 1958، وساند حركات التحرر العربية والإفريقية، وقد أصدر خلال حياته السياسية العديد من القرارات الهامة، كان أبرزها تأميم قناة السويس عام 1956، وإنشاء السد العالي وتحرير الاقتصاد المصري من الهيمنة الأجنبية، حيث توسع في إنشاء المصانع بمختلف المجالات. مادة واحد تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية، شركة مساهمة مصرية. كانت من معلم والحصار الاقتصادي. بعد هزيمة 67 خرج عبد الناصر على الجماهير طالبا التنحي من منصبه. وأقول لكم بصدق وبرغم أي عوامل قد أكون بنيت عليها موقفي في الأزمة، فإنني على استعداد لتحمل المسؤولية كلها، ولقد اتخذت قرارا أريدكم جميعا أن تساعدوني عليه. لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير وأدي واجبي معها كأي مواطن آخر. عقب ذلك خروج مظاهرات في العديد من مدن مصر طالبته بعدم التنحي عن رئاسة الجمهورية واستكمال إعادة بناء القوات المسلحة تمهيدا لاستعادة الأراضي المصرية. اهتم بعدها بإعادة بناء القوات المسلحة المصرية، ودخل في حرب استنزاف مع إسرائيل عام 1968، وكان من أبرز أعماله في تلك الفترة بناء شبكة صواريخ الدفاع الجوي. وفي 28 من سبتمبر عام 1970، وبعد مشاركته في اجتماع مؤتمر القمة العربي بالقاهرة لوقف القتال الناشب بين المقاومة الفلسطينية والجيش الأردني والذي عرف بأحداث أيلول الأسود، أصيب بنوبة قلبية ونقل على الفور إلى منزله، حيث فحصه الأطباء وتوفي بعدها بساعات بعد 18 عاما قضاها في السلطة. تخرج الملايين لتشييع جثمان زعيم وطني في جنازة شعبية ورسمية اعتبرها الكثيرون أنها أعظم جنازة في التاريخ، حيث حضرها ما يقارب 5 ملايين مشيع في القاهرة وعدد كبير من رؤساء وملوك دول العالم المختلفة. ولو دار الزمن أو ما بدل على البشر أحوال، مكانك في القلوب يا جمال، مكانك في القلوب يا جمال.